وأن يرضى عنك وكل مرضى المسلمين. أنا شفت أمس أنه وقع له حادث، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه، أن يشفيه، أن يعيده إلينا عاجلا غير آجل، سليما معافى بإذن الله يا رب. أعود إلى نعم أم سطام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يا أهلا، كيف حياك الله؟ الله يحييك ويرضى عنك، تفضلي. الله يزيد فضلك ويجزاك خير. فقدت عندي وصية ثمينة في هذه الأيام الفضيلة، نحث الناس أن يغتنمون هذه الأوقات بكل ما ينفع. أحسنت. ويستغلون كل دقيقة من هذه الدقائق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. سأقول وصية لابن قدامة رحمه الله. يقول رحمه الله: تغتنم حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة، وكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير، وكل جزء منه جوهرة نفيسة لا عدل لها ولا خلف منها. إن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم، فلا تضيع ضواحي عمرك النفيسة بغير عمل، ولا تذهبها بغير عوض، واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة وقربة تتقرب بها إلى الله. ما شاء الله تبارك الله. عندك شيء ثاني؟ لا شكرا. الله يرضى عنك، شكرا والله على الكلام الجميل والوجيه والمهذب، شكرا أم سطام. ما شاء الله تبارك الله. نعم، من الكلام هي الجميل اللي تفضلت به، استثمار مثل هذه الأيام. ترى مهما كنت مقصر وكلنا ذاك، لا تفوت مثل هذه الأيام، سواء بالتكبير، بالتحميد، بالتهليل، بكثرة الدعاء، بكثرة الصدقة، بالإحسان، بالبر، بخدمة الوالدين، بخدمة أهل بيتك. ترى هذا كله لا يضيع. وترى وين يعرف معدن الإنسان وجوهر ورجولة الرجل؟ ترى في إكرامه لأهل بيته، لأنه إحنا برا دائما مع الناس كويسين، لكن أكثر من يعاني من أهل البيت أصحاب البيت، فتظهر أخلاقك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، لأن هؤلاء أقرب الناس إليك، هم اللي راح يلاحظوا الخلق الدائم. أما أنك تتقابل مع واحد خمس دقائق عشر دقائق أكيد أنت طيب، لكن كونك الشخص اللي قابلك دائما هو الذي سيظهر معدنك وجوهرك. هل أنت تعفو عن الزلات، لا تدقق، يعني تسعة أعشار الخلق، تسعة من عشرة يعني، باقي واحد بس. أما التسعة كلها في التغافل. التغافل معناها كأنك لم ترى، لا تدقق، لا تركز على كل حاجة. في البيت تكسر صحن، مين اللي كسر وتراني سمعت؟ صحن بخمسة ريال تضرب فيه مشاعر زوجتك أو ولدك أو بنتك، اللي يسوون الدنيا. زوال الكعبة أهون عند الله من أن يموت مسلم، معناها مشاعر المسلم عظيمة. تيجي أنت من أجل صحن أو من طفى اللمبة، من وسكر الباب، تجلس تعلق على كل شيء، تدقق من اللي سوى كذا، من اللي أغلق الباب، من اللي كسر الكوب. كوب كم سعره؟ هذه محلات أبو خمسة تروح تشتري ستة بخمسة فاصل 75. وحافظ على مشاعر ابنك وكذا وبنتك وزوجتك. هنا محاسن الخلق. يعني أنس رضي الله عن أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أعطيكم فائدة، بكرة إذا جاتكم مسابقة فيها فلوس أو سيارة على قناة الواقع وجاكم هذا السؤال، تراني أعطيها لكم من الحين. أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 90 للهجرة، والسنة التي توفي فيها إيش؟ 90 للهجرة، التي مات فيها أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد فيها أنس بن مالك، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 90 للهجرة، والسنة التي توفي فيها ولد فيها مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي المعروف. وكأنه سبحان الله مات صحابي فجاء خلفه خلف عظيم، مالك بن أنس الأصبحي صاحب موطأ الإمام مالك. واضح؟ شوف أنس بن مالك صحابي لما مات، السنة التي مات فيها ولد فيها مالك ابن أنس العالم العلامة الفقيه المعروف. اعكس فقط الاسم، 90 للهجرة، بين هنا وفاة وهنا حياة، وهكذا هي الحياة، تموت أشياء لتشرق أخرى.
يعني كان الدكتور نجيب الزامل الكاتب السعودي المعروف رحمه الله على درجاته يقول الدنيا كالنهر الجاري. بعض الناس لما يكون جالس على النهر يظن أن الذي فاته كثير، وفعلا أنت لما تجلس على النهر وتشوف الماء يجري رايح كذا الذي فاتك كثير، يقول لا، لكن الباقي من النهر أكثر. الدنيا كالنهر الجاري، لا تظن أن الذي فاتك كثير لأن الباقي أكثر. النهر لسه والفرص لسه، وما في شيء اسمه فات القطار وفاتت الفرص، وأنا دائما أركز على هذه. نحن عندنا شيء اسمه جناية الأمثال على الواقع، يعني يأتيك بمثل قالوا بشر، يعني لا هو آية ولا حديث، ثم يفسد به حياته وحياة الناس. تجي تقول ترى في أمل، يقول فات القطار، هذه آية؟ لا. هذه حديث؟ لا. أجل أنت اللي فات قطارك، لكن لن يفوت قطار الناس. فلا تؤيس الناس، لا تزرع فيهم اليأس. ترى الشيطان هو اللي مهمته هذه، ليحزن الذين آمنوا، الشيطان يعدكم الفقر، هو اللي قال لك الفرص فاتت. ما في شيء اسمه فاتت الفرص، هذا كلامك أنت، تبغى فرصك أنت تفوت براحتك، وإن كان ما أتمنى لك الشر، أتمناك بعد أنت ما تفوتك الفرص. ما دام أنك حريص على كلمة فاتت الفرص، أنا أقول لك أنها ما فاتت ولن تفوت. فبعض الناس يأتي بمثل زي كذا، فات القطار، كلمة حتى ممكن مترجمة من الغرب، يعني ما فات، فيفقد للناس أملهم. يجي واحد عنده شيء يتمنى أن يتحقق يقول فاتك القطار، عمرك 40؟ مين اللي قال؟ مين أصلا اللي وضع سن معين للفرص؟ أنه لازم في 30 تتزوج، ولازم في 40 عندك بيت، ولازم في 45 تملك 2 مليون. أنت اللي وضعت هذه الأرقام، ما أحد، ما أنزل الله بها من سلطان. قادر تكون هذه الأشياء كلها تفعلها وعمرك 20 و30 من الله فضلا ونعمة، بس لا تضغط نفسك أنه في 30 لازم يحصل كذا، وفي 35 لازم كذا. حتى أنا مثل، والله بعض الأخوات مثال تقول أنا مثال تأخر الزواج وأخشى من نظرة الناس. مين هذو الناس؟ مين هذو الناس الذين كدروا عليك حياتك؟ الزواج جزء من الحياة وليس كل الحياة. ما فاتك شيء، الزواج جزء من الحياة وليس كل الحياة. نعم هو جزء مهم جميل نبيل شريف، لكن مو كل الحياة. يعني تلقاي متزوجة وفاشلة في 60 أمر، وقادر متزوجة وناجحة في 60 أمر، ذلك فضل الله. نفس الشيء أنت ممكن صح تأخر الزواج، بس ناجحة في عملك وفي حياتك وفي بيتك وفي صحتك النفسية وفي صحتك الذهنية، وهي فاشلة في كل شيء. ما فات، من اللي قال فات؟ أنا أبغى أفهم من اللي جالس يعطي للناس مثل هذه المفاهيم، أنه لازم في 20 كذا، في 25 كذا، لازم تتزوجي قبل 40، قبل 2. من اللي قال؟ ما لها دخل. هذه جناية الأمثال على الواقع. يعني مثل اللي يقول لك، تجد واحد يتهم عرض مسلم أو مسلمة، تقول له احذر، ترى هذه من أخطر الأشياء. يقول لك ما في دخان بدون نار. هذه آية ولا حديث؟ لا آية ولا حديث، هذا كلامك أيها البشر. وعائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة النقية كان حولها دخان، لكن لم تكن حولها نار، برأها الله من فوق سبع سماوات. معناها لا يشترط أن الناس تحدثوا في دخان أنه في شيء حقيقة اسمه نار. هذا كلامكم أنتم، فلا تتهم إخوانك وأخواتك بأي شيء. ومن أعظم الذنوب سوء الظن بالناس. معلش اللي جالس يداوم الحين، هذا ما في مشكلة. إيه ما شاء الله. فأعود، تقول له ليش اتهمت فلان أو فلانة في